طيب خلينا نبدأ مباشرة باستعراض أهم نتائج مباريات اليوم، والنتائج اللي أنا هقولها دي حصلت. يعني في كرة القدم لما تكون أنت قاعد بتتفرج على منتخب السعودية وهو بيلعب المنتخب الأرجنتيني، النتيجة 2-1 للمنتخب السعودي. هذه النتيجة حدثت بالفعل. يعني أيضا على الجانب الآخر تونس بتتعادل سلبيا مع الدنمارك زي ما حضراتكم شايفين، والمكسيك وبولندا تعادل سلبي، ثم فوز كبير للمنتخب الفرنسي على المنتخب الاسترالي باربعه اهداف مقابل هدف واحد في ظل غيابات كثيره جدا في المنتخب الفرنسي. النهارده زي ما قلت لحضراتكم ثلاث العرب كله طرب، يعني النهارده احنا هنتكلم طبعا على كل المنتخبات وكل المباريات، ولكن دائما مباراه السعوديه والارجنتين وتونس والدنمارك هتكون هي الاساس في كل شيء. خلينا نبدا معاك يا كريم. نعم. مباراه السعوديه والارجنتين وهذا الفوز التاريخي والمفاجئ. بدايه المباراه يا كابتن اسلام كلنا اندهشنا واستعجبنا تماما ان يعني المنتخب السعودي بيلعب هاي لاين ديفنس وبيلعب بيه مصيده التسلل. طبعا مع الهدف المبكر، وبصراحه ركله الجزاء ركله الجزاء صحيحه كان واضح طبعاً جدا طبعاً. جدا في شد وجذب داخل منطقه الجزاء والقرار صحيح. والمنتخب الارجنتيني ثلاث اهداف تم الغائهم بالفار بسبب التسلل، وكلنا استعجبنا طب ليه هيرفي رينار بيلعب بهاي لاين ديفنس وحاط الرباعي الدفاعي تقريبا قريب جدا جدا من خط نص الملعب بصراحه، وبيحاول ان هو يقلل مساحه التمرير على المنتخب الارجنتيني في الوقت اللي هو عارف ان طبعا ليونيل ميسي كان ممكن يعمل العكس ان هو يرجع لورا ويقلل برضو مساحات ال بس هو عملها في الاخر بس هو عملها في الاخر كده يعني ماشي، بس هو بدا كان ممكن جدا واحده تعدي صح، هو خد المخاطره خصوصا الاوف سايد اللي هي بالكتف دي كان وارد انها تعدي. يعني انت عارف دي لو في حته تانية ما يعني صح، بس هو قرر انه ياخد المغامره والمخاطره ان انا هلعب بدفاع متقدم على المنتخب الارجنتيني واقلل له مساحه التمرير واحاول طبعا اامن نفسي في معلش يا كريم لانه الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مهم جدا، هل ده يودينا ان هناك فارق او هو ده الفارق ما بين المنتخب ما بين المدير الفني المحترف او اللي اسمه كبير والمدير الفني اللي غير محترف واسمه قليل طب او الخواف صحيح زي ما شفنا مثلا وجهه نظر الشخصيه البحته زي ما شفنا في ماتش انجلترا وايران، يعني برضه المنتخب الايراني ونشوف السكواد والمنتخب الايراني مش منتخب قليل، والنهارده المنتخب ده دائم الظهور في المونديال صحيح، لكن الخوف والتوتر اللي زاد على اللزوم وانك تسيب المباراه بالشكل ده وان المنتخب طبعا المنتخب الانجليزي طبعا سكواد قوي جدا جدا جدا، ولكن المنتخب السعودي رغم التاخر بهدف في تقريبا اول ربع ساعه ثابت على اسلوب لعبه على نفس اللعب. يبقى احنا النهارده متفقين مدير فني احنا متفقين يا جماعه نهدى ومفيش بانك حتى لو اتاخرنا في النتيجه، والشوط الاول بالامانه وان سايد جيم ارجنتين وان سايد جيم، بس قدر المنتخب السعودي ان يخرج باقل الخسائر. نشوف بقى التحول في وجهه نظري في الربع ساعه الاستراحه وازاي ايرفي رينار خد لعبته اول ما بدا الشوط الثاني اضغط على المنتخب الارجنتيني من عند مارتينيز وبداوا يغلطوا مدافع الارجنتين، وفعلا دفاع الارجنتين طول ما تسمع ان في اسم اوتامندي في كارثه والله احنا انا بحب الارجنتين طول عمري عشان ميسي، يعني طول ما اسمه اوتامندي حتى لما كان في قمه مستواه مع السيتي هو مش كلاس ايه يا ايمن، فاهم قصدي؟ هو مش كلاس ايه اصلا، يعني اوتامندي اصلا مش كلاس ايه، مش فيرجن فان دايك، اوتامندي وهو في قمته مع السيتي. فدايما واضح جدا الاجيال الاخيره للارجنتين ما طلعتش مدافعين كويس. طبعا كابتن حضرتك عارف يعني البطولات المجمعه البطولات الكبيره المنتخب اللي ما عندوش خط وسط قوي انسى وما عندوش دفاع قوي مهما يكون عندك من هجوم اسف ما تكسبش، هتخسر حارس مرمى بالظبط، بس مارتينيز كويس، يعني مارتينيز في الدوري الانجليزي حارس كويس طبعا. المنتخب السعودي في خضم خمس دقائق غلطتين من الدفاع ومولينا غلط جدا جدا في التغطيه العكسيه هوب اتعملت الار 2 كذا مرتين ورا بعض جونين بعديها بقى بالظبط اللي انت قلته هيرفي رينار راح مغير التكتيك قال لهم بس ستوب ستوب رص الاتوبيس ستوب ارجع بقى ما تقلقش ايه هو مين مش هيرص لا طبعا ده ممكن كان يرص الاتوبيس واحد واحد بس ضغط كابتن اسلام في اول ما الارجنتين تعدي نص الملعب هوب البريس بيتضغط عليك بشكل في كل حته اول ما تعدي نص الملعب اعمل اللي انت عايزه في نص الملعب صحيح
فاللياقه البدنيه كانت ممتازه جدا على المنتخب السعودي. القوه والشراسه، شفنا النهارده الشراسه، يعني في ست لاعبين من المنتخب السعودي بحارس المرمى خدوا انذارات في الشوط بعد الهدف الثاني، وده يؤكد ان كان في قوه وكان في ثبات ان هم حتى لا مش هنسمح الارجنتين مش بس تكسب، لا مش هتتعادلوا. وكان واضح الرغبه والروح في اللعب. اعتقد ده المنتخب السعودي استحق الثلاث نقاط عن جبر.